مشاهدينا، حلقة جديدة من هنا ليبيا، أهلا بكم. نقص حاد في فصائل الدم بمركز البيضة الطبي، وفي البيضة أيضا الكشف عن أحد أبشع جرائم القتل. كهف أنجيلو بمدينة المرج يصارع من أجل البقاء. أفاد مراسل الوسط في طبرق بإطلاق الجهات المختصة التابعة للداخلية الليبية حملة أمنية موسعة عقب اجتماع لها في مساعد بحضور وكيل وزارة الداخلية وآمر حرس الحدود بالجيش الليبي. وبحسب مراسلنا فإن العملية انطلقت بمداهمة منازل كانت تستعمل كمأوى للمهاجرين غير النظاميين، حيث أدى ذلك إلى تحرير أكثر من 400 مهاجر منذ انطلاق الحملة منذ ساعات. ونوه مراسل الوسط إلى أن الحملة معززة بوحدات عسكرية جاءت من مختلف مدن المنطقة الشرقية لفرض القانون وكشف أوكار الفساد في المنطقة بحسب الجهات المختصة، مشيرا إلى أن هذه الحملة كشفت عن مخازن بها كميات كبيرة من المخدرات. وللحديث أكثر حول ما تشهده منطقة مساعد معنا مباشرة مراسلنا في طبرق محمد شحات. محمد، بداية أهلا بك معنا، وحملة ليست الأولى من نوعها في مساعد، ولكن هذه المرة تأتي بعيار أقوى من سابقاتها، دعنا في التفاصيل محمد. نعم نسرين، قبل عامين من هذه الحملة أطلقت الداخلية الليبية بقيادة وكيل الوزارة فرج قعيم حملة أمنية موسعة في مساعد، ولكنها قوبلت آنذاك بشيء من التمرد. هذه المرة نسرين حملة أمنية بعيار أقوى ومغاير لأي حملة أمنية شهدتها المنطقة. الحملة تأتي نظير أعمال التمرد والشغب التي شهدها منفذ مساعد البري فجر أمس الثلاثاء من قبل بعض الأهالي في المنطقة، ردا على استهداف سيارة كانت تقل مهربا يقودها أحد الفتيان بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة. هذه الحملة نسرين استهدفت كما ذكرت مخازن لاحتجاز المهاجرين، كذلك عدد من مخازن المخدرات وحبوب الهلوسة، كما أفادت مصادر أمنية مطلعة أنه قد تم الإفراج أيضا عن أكثر من 700 مهاجر غير نظامي منذ إطلاق الحملة وحتى هذه اللحظة، كما تداول النشطاء عددا من المقاطع المصورة التي توضح كميات كبيرة من مخدر الحشيش وحبوب الهلوسة تفوق العشرة أطنان. نسرين، تم العثور على هذه الكميات في عدد من المخازن والمنازل في المنطقة. حقيقة هذه الحملة وفي ساعاتها الأولى استطاعت فعلا نسرين أن تقدم شيء ملموس، خاصة فيما يتعلق بالممنوعات والإتجار بالبشر، خاصة مع طبيعة منطقة مساعد الحدودية والتي لطالما اعتبرت بؤرة لمثل هذه الأفعال منذ عقد وأكثر. كذلك يجب نسرين أن نقف على جزئيا تسلل بعض المصريين إلى مساعد عبر الدروب الصحراوية والذين يشتهرون بسماسرة التبغ، حيث تمت مداهمة مجموعة من هؤلاء المتسللين وإرجاعهم إلى مصر. كذلك العمل على تأمين هذه المنطقة أو أيضا هنا الشارع نسرين، هنا الشارع نقف قليلا أيضا قبل الولوج إلى ما يريده الشارع، نقف على ما أكدته وسائل إعلام محلية حول اتجاه قوة عسكرية في هذه اللحظات إلى البردي ضمن الخطة الأمنية الموسعة والتي تشهدها المنطقة. وهناك أيضا أنباء مؤكدة عن استهداف بعض الموانئ التي تستخدم للتهريب عبر البحر من السواحل الليبية إلى السواحل الأوروبية. الشارع نسرين يترقب نتائج أفضل وأقوى من ذلك تنتج عن هذه الحملات، إذ نحدد هنا القبض بشكل فعلي على تجار البشر أو تجار المخدرات وإحالتهم إلى القضاء، والعمل لربما بشكل حقيقي للحد من هذه الظاهرة بشكل نهائي. وحتى إن تحدثنا بشكل آخر، يعني هناك أو يتأمل الشارع أن تنظف أو تعمل هذه الحملات على تنظيف المنطقة مما تشهده من جرائم بين وقت وآخر، انعكست أيضا حتى على الشارع المحلي بشكل عام. كنا قد رأينا ازدياد جرائم القتل وازدياد جرائم تعذيب المهاجرين غير الشرعيين وغيرها من الجرائم الأخرى، منها ما كان جرائم موجودة في السابق ومنها ما كان جرائم استحدثت بواقع انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب. نعم، مراسلنا في طبرق محمد شحات كنت معنا مباشرة من هناك، شكرا لك.
يعاني هذه الأيام مصرف الدم المركزي البيضاء من نقص حاد في كافة فصائل الدم، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على توفيرها بالمستشفيات والعيادات العامة. يأتي هذا النقص رغم الحملات الدورية التي يجريها المصرف من حين لآخر، وهذا ما يستدعي وعي أكبر لدى المواطنين بضرورة التبرع الطوعي بشكل مستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اسما وصفة، هشام عبد الله أدهمش، مدير عام مصرف الدم المركزي البيضاء. كل الشكر والتقدير لقناة الوسط لتلبية النداء. مصرف الدم المركزي البيضاء بعد توفير أكياس الدم من معالي وزير الصحة دكتور عثمان عبد الجليل مشكورا، في حاجة إلى تكثيف المتبرعين نظرا للعزوف الملحوظ جدا هذه الفترة لعدم وجود متبرعين في المصرف. المصرف يعاني جدا من نقص المتبرعين، بالذات أهلنا وأخوتنا فصائل السالبة. الطلب على الدم بصورة دورية ودائمة، عافانا الله أمراض الكلى وأمراض السرطان، قد يحتاج إلى أكثر من 8 أو 6 أكياس، حالات الولادة القيصرية كذلك. فكل ما أرجوه وأتمناه بالرغم من الحملات التي تقام إلا أن يظل القدوم إلى المصرف 2% فقط، وهذا رقم جدا يعني مؤسف. نحتاج إلى المتبرعين بصفة دورية ودائمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ظرف 48 ساعة تم اكتشاف أحد أبشع جرائم القتل بمدينة البيضاء، وذلك من قبل جهاز البحث الجنائي البيضاء ضمن عمل جماعي لأجهزة الأمن بالمدينة، والتي راح ضحيتها الطبيب الشرعي عبد السلام المصراتي. انفرد برنامجنا بتفاصيل الواقعة في تصريح خاص مع العميد سعيد العجيل رئيس البحث الجنائي بالبيضاء. العميد سعيد محمد محمود العجيل رئيس قسم البحث الجنائي البيضاء ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، أنه بتاريخ الجمعة 26/5/2023 وعلى تمام الساعة 12 ليلا ورد علينا بلاغ عن مقتل الطبيب الشرعي الدكتور عبد السلام مصراتي بشقة بالبيضاء بالعمارات البيض بالدور الرابع، وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة وكذلك السيد مدير الأمن وانتقال مكان الواقع، حيث عثر على جثة هامدة ومتعرض لعدة طعنات، واتضح لنا من خلال المشاهدة بأن المجني عليه قد تعرض لضرب انتقام، وأيضا اتضح بأن الفاعل أكثر من شخص، لأن المجني عليه قوي البنية ولا يستطيع شخص واحد المقتل عليه. وبعد ذلك وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل بالبحث والتحري عن الفاعل والفاعلين وجمع المعلومات والأدلة، وبعد مرور حوالي 24 ساعة من وقوع الجريمة صدرت إلينا تعليمات من السيد المحامي العام الأستاذ جبر الشريف بالقبض على كل من يتم الاشتباه فيه أو يرد اسمه وعدم الإفراج عليه إلا بتعليمات من السيد المحامي العام. وبعد مرور حوالي 48 ساعة وردت إلينا معلومات بأن الفاعل تربطه علاقة بالمجني عليه، وتم مراقبته من قبل أعضاء تحريات قسم البحث الجنائي، وحوالي تقريبا الساعة 9 ليلا تم القبض عليه وضبطه، وبالاستدلال معه احترف بما نسب إليه، وكان أحد أقاربه شريكا معه في الواقعة، وعلى الفور تم ضبط الطرف الآخر وبالاستدلال معه احترف أيضا بالمناسبة إليه. وهذا ليس بغريب على قسم البحث الجنائي في, 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 في القضايا المشهولة، ومعروف البحث الجنائي البيضاء بهذه القضايا. وعن آخر المستجدات ينضم معنا من مدينة البيضاء مراسلنا محمد شباح. مرحبا بك محمد، ضعنا في آخر المستجدات حول هذه الجريمة. مساء الخير نسرين. التحقيقات بكل تأكيد حول هذه القضية البشعة الحقيقة لا زالت مستمرة كإجراءات قفل القضية بشكل تام، وهو إجراء روتيني طبعا متبع في مثل هكذا نوع من القضايا، ولكن في
في العموم تم التوصل الى الزنا والقبض عليه في اقل من يومين فقط من تسجيل الواقعه، وعمل كبير الحقيقه يخسر في جهاز البحث الجنائي البيضاء، والذي استهر على مدى اعوام مضت في كشف ملابسات جل وكل قضايا القتل بالمدينه. في زيارتنا لهم شهدنا صراحه ضعف امكانياتهم، ونتمنى الحقيقه من خلال منبرنا دعم هذا الجهاز لانه يشكل احد الدروع الامنيه الهامه في كشف الزنا والقبض عليهم، والذي يساهم بلا شك في انخفاض مستوى الجريمه، وربما هذه القضيه ستفتح اعين وزاره الداخليه عن ضروره دعم هذه الاجهزه. رجوعا الى هذه الجريمه البشعه والتي راح ضحيتها الطبيب الشرعي عبد السلام المتراكي، حاولنا الاستفسار عن نتائج التحقيق الاوليه وعن الدوافع، والتي بكل تاكيد لا تبرر بشكل من الاشكال اسحاق ارواح الناس مهما كانت او اختلفت هذه الاسباب، واللي في مجملها بكل تاكيد دوافع انتقاميه لا مبرر لها. ولكن ما استطيع قوله مصريين ان ملف القضيه اكتملت كل اوراقه وهو في طور احالته لمحطته الاخيره وهو القضاء، وطبعا كل هذا بمتابعه النائب العام والمحامي العام. نعم محمد شباح، سوف نتابع معك مستجدات هذه الجريمة، ولكن دعني أستغل وجودك معي اليوم. ماذا عن آخر الأخبار بمدينة البيضاء؟ نعم نسرين، الأوضاع في مدينة البيضاء مستقرة وهادية بكل تأكيد. الناس الآن كلها في انتظار صرف مرتبات شهر 5 اللي طال انتظارها، خاصة هذا الشهر والتي من المتوقع ورودها للمصارف يوم الأحد القادم. في جانب آخر تعمل المدينة كما يعلم الجميع تحت إدارة مجلسين بلديين، أحدهما تابع حكومة الوحدة الوطنية والتي ترأسها السيد عبد الله الطول، وكذلك المجلس البلدي الذي يترأسه السيد مهدي حفيكر المكلف من قبل وزارة الحكم المحلي التابع لحكومة الاستقرار الوطني. في ظل الواقع هذا الانقسام هذه الأيام كلاهما يجتهد حسب أدواته المتاحة، فالسيد حفيكر قام بإجراء العديد من الخدمات في إطار تحسين البنية التحتية من صيانة وتعبيد بعض الطرق، كذلك الإنارة، أيضا حفر بعض الآبار آبار المياه، صيانة أيضا وشراء بعض مضخات المياه لعدد من الأحياء. بينما سيد مطول متفرغ ويعمل يجول وقتها وخدماتها فيما يخص مرتبات المواطنين في عدد من القطاعات بحكم علاقته بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولة عن صرف هذه المرتبات، وكذلك إحالة المرتبات للقطاعات التابعة للبلدية، فضلا عن إعلانه مؤخرا في تصريح خاص عن عدد من المشاريع التي حسب تصريحاتها ينطلق العمل بها قريبا. الناس بشكل عام المصريين هنا في الشارع ترى بان كل هذه الخدمات المقدمه من الطرفين تخدم مصالحها، وفي العموم الكل الان ايضا ينتظر الاعلان عن انتخابات المجلس البلدي البيضاء، والتي بدات فعليا اللجنه الفرعيه في قبول عدد من المرشحين عقب الانتهاء وانفاس جل الناخبين مؤخرا. وبكل تاكيد سنتابع لاحقا المصريين مجريات عمل اللجنه الفرعيه باذن الله تعالى. نعم، من مدينة البيضاء مراسلنا محمد شباح كنت معنا، شكرا لك. وعقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف رفقة مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وكيل الوزارة لشؤون المراقبات المؤتمر الصحفي تزامنا مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية. وللحديث حول آخر التطورات عن التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي لعام 2023-2024. طبعا تجرى الامتحانات كما منذ انطلاق حكومة الوحدة الوطنية تم تنظيم الامتحانات لتكون ب 13 دائرة انتخابية. طبعا سابقا كانت على البلديات، وهذا حقيقة شيء يعني له تأثير سلبي على سير العملية الامتحانية، ورأينا أن يتم توزيع هذه الامتحانات على 13 دائرة انتخابية لسهولة تنظيمها وأيضا لسهولة التقييم المستوى التعليمي لدى طلابنا. طبعا لدينا 13 دائرة انتخابية أي بمعدل 13 امتحان و 13184 قاعة امتحانية أو تخضع لمتابعة 32199 ملاحظ يلاحظوا، وأيضا 3664 مراقب و 1359 مرشد نفسي و 224 من الفئات الخاصة مشرف و 2191 فرد خدمات
و5436 من أفراد الحرسات اللي تؤمن القاعات وتشرف بشكل تام على القاعات الجزية، بالإضافة إلى تعاون مديريات الأمن في كل بلديات ليبيا أو في جميع أنحاء ليبيا. تتعاون معنا مديريات الأمن اللي نحن نثمن جهودها في التعاون وفي توفير الأمن لطلابنا اللي هم طلق الامتحانات لهذا اليوم. طبعا حسب الجدول الموضح من جدول من مركز الوطني للامتحانات، جرت الامتحانات اليوم انطلقت في مادة العلوم لشهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، وفي مادة القرآن الكريم وأحكامه لشهادة اتمام مرحلة التعليم الديني، وكذلك في مادة التربية الإسلامية لتلاميذ الصم وضعاف السمع. طبعا هذا العام وتجرى لأول مرة حقيقة لطلابنا ضعاف الصم وضعاف السمع أن تم إجراء الامتحانات تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وهذا شيء حقيقة يعني ينصف هذه الشريحة من المجتمع. وسبق وأن تم إعداد مذكرة تفاهم مع صندوق التضامن لإنصاف هذه الشريحة والاهتمام بها، فبالتالي هذا العام ولأول مرة يتم الإشراف عليهم من قبل وزارة التربية والتعليم في إجراء الامتحانات وإعلان النتائج في المستقبل. فاصل ونعود للمتابعة. أقيم بكلية التقنية الهندسية بالجفرة اليوم العالمي المتنوع، هذا وأقيم خلال هذا المحفل مجموعة من الندوات العلمية ومحاضرات وورش عمل، إضافة إلى انطلاق المعرض العلمي بمشاركة طلبة الكلية والثانويات العامة. يوم عالمي متنوع نظمته وأقامته كلية التقنية الهندسية بهون بإشراف وتنظيم مباشر من عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وكذلك الطلبة بمختلف الأقسام العلمية، حيث انطلقت فعاليات اليوم العلمي خلال يومي الإربعاء والخميس 17 و18 من مايو من هذا العام، وأقيم خلال اليومين مجموعة من الندوات العلمية والمحاضرات وورش العمل، إضافة إلى انطلاق المعرض العلمي الذي عرض فيه تجارب علمية متخصصة في مجالات الهندسة المتنوعة بمشاركة طلبة الكلية والثانويات العامة. تشكلت لجنة التحضير لليوم العلمي بقرار من كلية التقنية من عميد كلية التقنية الهندسية بهون للتحضير لهذا الحدث العلمي، والذي انقسمت إلى مجموعة من اللجان الفرعية كلجنة المعارض ولجنة المسابقات ولجنة التحضير للندوات بالمسرح. عزوف كبير عن التحاق الطلبة والطالبات بالتسجيل بالكلية، مما دفع الطلبة المتميزين بالكلية بدعوة طلبة الثانوية العامة للتوضيح لهم عن أهمية المقررات الدراسية التي تعطى للطلبة داخل الكلية. السلام عليكم ورحمة الله، أنا الطالب حمام علي العربي من قسم الهندسة الميكانيكية بكلية التقنية الهندسية. شاركنا في قسم الهندسة الميكانيكية اليوم العلمي بعدة تجارب، منها تجارب على معامل انتقال الحرارة ومعامل آلات موائع وآلات احتراق داخلي. أنا مسرور وجودي في المعرض واليوم العلمي الذي تقيمه كلية الهندسة بهون، وأشعر بالفخر بالمستوى الذي أظهره الطلبة عبر مشاريع التخرج التي يعرضونها في المعرض، وأيضا بمستوى الحماس الذي لمسته لدى القائمين على هذه الكلية من أعضاء التدريس وموظفين، وأشاركهم في الهدف الذي يعني هم من أجله صمموا هذا اليوم العلمي والمعرض، اللي هو يعني هم يهدفوا لحث طلاب الشهادة الثانوية على الالتحاق بهذه الكلية المهمة. وأنا أشاركهم ووجه الرسالة أيضا لأبنائنا الطلبة أن يستجيبوا لهذه الدعوة ويلتحقوا بهذا المرفق الهام.
مسابقات علمية أجريت شارك بها طلبة الكلية والثانويات العامة، منها مسابقة الجسر واختبارات تحمله للأوزان، والذي تحصل على الترتيب الأول بهذه المسابقة الطالبة فاطمة عبد السلام الهوني من مدرسة مصطفى كامل الثانوية، ومسابقة الصاروخ المائي والذي كان من نصيب الطالب أبو القاسم مصباح العزومي الطالب باسم الميكانيكا بالكلية. وبالرغم من كل هذه الأنشطة العلمية، لا تزال هذه الكلية العريقة تعاني ويلات التهميش من قبل الحكومة، ويعاني طلبتها الحر جراء دراستهم داخل الصفيح. لقناة دبليو تي في، الزبير العربي، مدينة هون. تتميز مدينة المرج بمعالمها التاريخية والسياحية لوجود العديد من الأثار على مر الحضارات في المدينة بالرغم من إهمالها، ومن بين هذه الأشياء كهف أنجيلو. دعونا نتعرف على هذه القصة، قصة هذا الكهف، ونعود. احنا في موقع أثري فعلاً، والموقع هذا اسمه يقولوا كهف أنجيلو. أنجيلو كان ساكن في الكهف هذا كهف أنجيلو، وهو اللي شجر الغرس هذا كله، الأجبل من فوق، وهو اللي دار البرنامج هذا كله. والموقع هذا من تحت كان شزن للحيوانات كرمكم الله اللي هي ظالة أو غيرها في الغرس هذا، لأنه عليه غرس طبعا محتفظ به كانت حكومة إيطاليا، وبعدين جت حتى الحكومة الليبية واحتلت به الحية. وكان هو موقع هنا فيه برضو بير موية حتى هو، وكان يشربوا منه المواطنين، وبالورقة يشربوا منه، مو شيء واحد يشرب منه. وكان فيه غفير هنا الله يرحمه اللي طقينا فيه احنا اسمه السنوسي حاسي، كان هو المسؤول هنا على هذه، حتى كرمكم الله كلب مخشن. ونحن من الدولة انها المكان هذا يحتنوا به ويمنعوه من حرق النار. اول عمل اول كان صار فيه نار طفيناها، والسنه موقع زباله، نبوهم يحطوا على ايديهم الزراعه بالذات او الجهه المسؤوله الاثار او غيره، يضعوا عليهم ايديهم على سبيل يمنعوا شيء واجد منه، لان المكان هذا مش موجود حتى في ليبيا بالكره كاثار، والله ما موجود يعني. وبالنسبه من هنا الحي يعني مسافته حوالي 30 هكتار او 35 هكتار، يعني هذين كلهم للدوله. وهذه الحقفة طبعا لها أثر تاريخي كبير يعود إلى القرون بعيدة، ربما يكون هناك تدخل بشري في وضع هذه الحقفة بهذا الشكل، ولكنها اشتهرت باسم أنجيلو. من هو أنجيلو؟ أنجيلو هو مستوطن إيطالي، هو اللي كان مشرف على هذا المستنبت اللي نحن نسموه الجراري أو الجراريو. هذا المستوطن الإيطالي الذي عرفت به هذه الحقفة أو هذه المغارة أو هذا الكهف، يعني كان ربما يكون هذا مقره أو استراحته، وظل محافظا على هذه الغابة أو على هذا المستنبت الطبيعي المهم جدا، واللي يشكل أو تزدان به منطقة الجبل الأخضر، ويشكل الحديقة الخلفية لمدينة المرج. وأيضا هناك جراري، وحتى في مدينة المرج نفسها في جراري. وكانت فترة احتلال الإيطالي وفترة إدارة البريطانية وفترة العهد الملكي، نستطيع أن نقول أن الغابات كان هناك اهتمام كبير بها، يعني حتى لدرجة أن كانت هناك وزارة اسمها وزارة الزراعة والغابات، مما يدل على أن الدولة كانت مهتمة بالغطاء النباتي لأهميته، لكونه يشكل الأكسجين للمنطقة، لكون هناك اهتمام بالغطاء الطبيعي أو الغطاء النباتي لهذه المنطقة. وكان يمنع الرعي الجائر فيها، يمنع دخول هذا المستنبت أو هذا الجراريو. أما الآن هذه الغابات للأسف الشديد تعاني من إهمال، وتعاني من تدمير وخراب وقطع للأشجار، ولم تلتفت إليها الدولة بكل أجهزتها للأسف الشديد، وخاصة ما يتعلق بالزراعة. يعني هناك إهمال أثر تأثير كبير على هذه المنطقة، وفقدت بريقها وفقدت جمالها بعد أن كانت تزدان بجمال. هو هذه المنطقة تشكل منطقة أثرية، وفي نفس الوقت تشكل معلم من المعالم الطبيعية لمنطقة الجبل الأخضر. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، أمسية طيبة وإلى اللقاء.